عندنا نص كيلو جبنة كريمي كله في الخلاط وكله مع بعضه، احفظوا نص كيلو جبنة كريمي عليهم 4 بيضات عليهم 3 كوب سكر، سكرها قليل عشان كده بنحط لها الصوصات زي ما اللي هتشوفوا لما نقدمها عليها. تقريبا تعالوا نشوف هي 300 جرام 300 ملي من الكريمه، كريمه الحلويات. تعالوا نشوف قصادها عامله قد ايه، عامله كوبايه وربع بالظبط، كوبايه وربع كريمه حلويات، تبقى قوامها اخف بكتير من التشيز كيك التقليديه. اذا نص كيلو جبنه كريمي وكوبايه وربع كريمه خفق، 3 كوبايه سكر، 4 بيضات، هنحط معلقه صغيره عصير ليمون، شويه بشر ليمون تديها طعم حلو قوي، وهنحط نقطه فانيلا برده، فنقول معلقه صغيره. وعندنا هنا 3 كوبايه نشا، عاده بتتعمل بالدقيق بس جربوا النشا ازاي بيخليها من جوه حرير، ولما نضربها بالخلاط مفيش اي تكتلات، تبقى سهله. هنغطيها، مش هنحط رشة الملح، ليه تفتكروا ليه؟ اختبر الجمهور والكنترول. لا مش عشان تتحرق، بنحط السكر عشان تتحرق، عشان الجبنة الكريمي اصلا حادقة فيها سنة ملح مش زي الكريمة الخفق. هنضربها كلها بالخلاط نص كيلو جبنة كريمي، هنحط عليهم كوباية وربع كريمة خفق، 4 بيضات، 3 كوباية سكر، 3 كوباية نشا، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة ليمون عصير ليمون، معلقة صغيرة بشر ليمون، وبس بقت جاهزة. طيب عادة بتتحط لازم في القالب وبتحطش تحتها طبقة الكيك، أنا حبيت النهاردة أجربها، كان عندي كيكة قصتها كده أعمل فيها قاعدة، وممكن هي اصلها من غير الكيكه. احنا النهارده لانه عملنا سان سيباستيان قبل كده حبيت اعملها بطريقه جديده. وعلى فكره الكيكه تحسوها، انا هبص بصوا معايا، اختفت اصلا جوه، تحسوها طبقه السبونج اتشربت الخليط، بس وانتوا بتقطعوا هتحسوا بيها. فهنعمل ايه؟ هناخد القالب، ممكن نحط طبقه بسكوت، ممكن هتحطوا طبقه البسكوت جوه ورقه الزبده لانه هي لازم تستوي جوه ورقة الزبدة، ده شكلها التقليدي. فممكن تعملوا كده، تعملوا كده، تتنوا هنا ورق الزبدة عندي من هنا وهنا قصير. نعمل ايه؟ بناخد ورقة زبدة تانية بنعكسها بالشكل ده علشان نتأكد انه الخليط السائل قوي زي ما هتشوفوا دلوقتي، ما تقلقوش هي بقى قوامها ليكويدي سائل. بنأمن تحت الأول وبعدين بنثني الأطراف. لو هتحطوا طبقه بسكوت هتضربوا البسكوت مع الزبده وتكبسوه تحت كده يعني بالكوبايه، كوبايه الازاز، وتدخلوه الفرن 10 دقائق تماسك. بس هي عاده ما فيش فيها اي قاعده، انا النهارده كسرت القاعده وحطيت كيك، ممكن انتوا كمان تكسروا قاعده وتحطوا بسكوت. هنحط طبقه الكيك، انا نسيت اقصها نفس الحجم فهاخد السكينه. الاسهل كنا انه نحطها على يعني نحط القاعدة بتاعتها، هاتوا أشوف، هنقصها كده لجوه عشان تدخل جوه الحاجة أم الاختراع عشان نقدر ندخلها جوه القالب. إذا طبقة كيك أو طبقة بسكوت، وده قلنا مش في الوصفة الأصلية، خلاص بنحط الطبقة دي تحت أهو. هاتوا هناخد الخليط وهيا بنا، شايفين ازاي بيبقى سائل؟ الكيكه دي هتنفخ في الفرن وترجع تهبط. طيب تسويتها ليها تريك، الكيكه دي كيكه تتحرق من فوق، طب لو وعلى حراره عاليه، على حراره 200، هل يا ترى تفتكروا لو دخلناها على حراره 200 واتحمرت من فوق ولسه ليكويد قوي من جوه هيحصل ايه؟ علشان تستوي هتتحرق خالص بزياده، بقى هتبقى اللي هي سودا. انا بقيت اعمل ايه؟ تعالوا معايا على الفرن، بحطها على 200 ل 220 هي دي الحراره، هي دي محطوطه على مروحه دلوقتي، لا انا هشغل الحراره من تحت، اقوم التشيز كيك من تحت، تبتدي تستوي، تبتدي تاخد سوا من غير اي تحمير.
علشان ما تبقاش سودة من بره ولسه من جوه طريه، او تبقى بني قوي ولسه ما استوتش فتوصل للونها يبقى اسود. وحلو طعم طبعا الحاجه مكرمله ومحروقه بس مش بزياده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحطها اول 15 دقيقه الحراره من تحت 220، اتاكد بس انها نزلت جوه كده. وبعدين فكروني يا كنترول السيجمنت الجاي هنشغل المروحه وتشوفوا ازاي بتبتدي تتحمر وهي بتتماسك من فوق. بس كده تعالوا مع بعض نعمل، ايه رايكم نطلع فاصل؟ طيب بصوا هنعمل ايه بعد الفاصل. بعد الفاصل هنعمل، اين هو؟ اهو احمسهم بس. شايفين ده؟ ده بطرمان ايه؟ لبن مكثف محلى. لما قلت لكم الفقره اللي فاتت هنعمل لبن مكثف محلى صحي اكيد قلتوا ازاي. تحبوا نعرف ازاي؟ استنوا بعد الفاصل. شايفين الصوص اللي حطيناه؟ مطاعم، بصوا خليكم معايا هنا، بصوا اللقطه دي. شايفين دي؟ دي انستجرامبل، يعني بتشهي. ده صوص البسكوت، ممكن تحطوا صوص الشوكولاته، صوص الفراوله. واو بصوا من جوه قوامها وهمي. انا بتلكك صح؟ الناس اللي ورا كاميرات بتعذبوا، عايزه اقول لكم حاجزينها، فيعني كده راحت قطعه من نصيبهم. احلى سان سيباستيان بقت بالفرن.